شو رح يقولوا الناس؟ شو رح يقولوا الناس إذا لبست هيك؟ شو رح يقولوا الناس إذا رجعت مأخر بالليل؟ شو رح يقولوا الناس إذا شافوك مع وحدة بالسيارة؟ شو رح يقولوا الناس إذا 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 إذا؟ شو رح يقولوا الناس؟ جملة نسمعها كلنا من نحنا وصغار ويمكن لليوم. بسأل حالي إنه لو كل الناس عايشت تطردي كل الناس، بصير كل الناس تشبه نفس الناس، وبهالطريق بنكون عم نخسر مين نحنا، بنخسر حالنا. أدي حلو إذا كل واحد اليوم بيعمل اللي هو بيريحه، لا إرضاء لحدا غيره ولا منكاية بحدا غيره، بس هو مين هو. هيدي دعوة للتحرر مش للتمرد. يعني أنا لما بعمل اللي أنا بدي إياه ما بعمله لا كرمال حدا ولا نكيب حدا، بعمله لكون أنا مين أنا. فإذا اليوم سمحتوا لحالكم إنه تتحرروا من رهبة شو بيقولوا الناس، شو أول شي بتعملوه؟